شفته اليوم كانت تدشين ديال هذه المنشأة الجديدة اللي كتعتبر واحد الجسر تواصلي كيتعزز به المرفق الأمني بشكل اللي غادي يضمن واحد الاستجابة فورية وطلبية للنداءات ديال المواطن. كما شفتوا كان الطابق السفلي اللي هو طابق مخصص قاعة ديال العروض وكذلك كان بعض العروض أو اجتماعات أو بعض الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. كذلك الطابق الأول اللي فيه العناصر اللي كتكلف بالخط 19 وكذلك الطابق الثاني اللي كيشتغل بتنسيق مع الطابق الأول بحيث أن كيستقبلوا العناصر المعينة اللي هي 20 عنصر في الخط 19 وبإمكانها أنها توسع هذه الآلية بإمكانها أن توسع وتقدر تأخذ حتى 60 مكالمة. الأمر اللي غادي يخلي أن المواطن وما غاديش يكون هذاك الكثافة وذاك الضغط على الخط 19 بحيث أن أي عنصر تلقى المكالمة خط 19 وكان هذاك الخط ديالو مملوء كتمشي مباشرة بشكل أوتوماتيكي الواحد العنصر الآخر اللي عنده الخط اللي هو فارغ. كما شفتوا عاوتاني عندنا الطابق الآخر اللي فيه الاستقبال ديال هذه النداءات ديال الخط 19 محددة فيه المناطق كل منطقة على حدة. هذاك المنسق كيتلقى النداء وكيحدد الاختصاص أشمن منطقة تابعة ليه وعنده رموز معاه اللي كتوجه نداء المنطقة المعنية وضمانا لسلامة المواطن كاين واحد التتبع ومراقبة ابتداء من المرحلة ديال التلقي ديال النداء إلى غاية الإنجاز ديالو بحيث أن هذاك العنصر اللي كيتلقى المكالمة كيبقى عنده تتبع حتى على مستوى المنطقة الأمنية كيشوف أن هذاك التدخل واش تنجز في واحد الوقت اللي هو منطقي وتوقيت اللي هو واقعي. كما شفتوا عاود هنا في هذه القاعة ديال الكاميرا مزودة ب40 شاشة 50 بوس هي شاشة واحدة ولكن مجزأة ل50 شاشة كتغطي حوالي 210 ديال الكاميرات الموزعة على مدينة الدار البيضاء في انتظار تعزيز هاد الامكانات اللي عندنا بكاميرات إضافية وبالتالي غادي نقدروا نديروا واحد التغطية اشمل وتكون انجع ان شاء الله.